السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدين ومتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، نبدأها كالعادة بحوصلة مختارة لأبرز وأهم أحداثه. والبداية من الجمعة الماضية، حيث شهدت مناطق جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة في محيط معسكر التكبالي بين قوات اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار. ودارت اشتباكات عنيفة في محيط معسكر التكبالي مقر اللواء 444 التابع لرئاسة الأركان العامة، عقب هجوم نفذته قوة تابعة لجهاز دعم الاستقرار على رأسها آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان. وعقب الاشتباكات، أصدر المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي تعليماته الفورية إلى كافة القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب. وكان آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي قد دعا قواته إلى التوجه لمعسكراتها كل حسب موقعه باستثناء الوحدات المكلفة بتأمين محطات الطاقة الكهربائية. وأمر الجحاوي قواته بمنع أي تحركات أو خروج للأفراد والآليات من المعسكرات دون إذن مسبق منه، وذلك على خلفية الاشتباكات التي جرت جنوب العاصمة. السبت جرت جلسة مساءلة عسكرية حول اشتباكات صلاح الدين برئاسة رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة وبحضور وزير الداخلية وآمري المناطق العسكرية. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة مرفوضة ولا بد من معاقبة من ساهم في ارتكابها، موجها تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص. وخلال جلسة المساءلة التي عقدت مساء السبت، تم تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي للحقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع. السبت أيضا قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الوزارة أعطت التعليمات لعناصرها وقواتها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة. وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث الجمعة من شأنه تقويض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، حيث طالبت الأجهزة الأمنية بضبط النفس والاحتكام إلى القانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، داعية الجميع إلى الالتفاف حول الحكومة الموحدة ودعم جهودها نحو الأمن والاستقرار ونبذ أساليب الفوضى والعنف والعمل على إجراء الانتخابات دون عراقيل أو عقبات. أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله قرارا بدمج وتعيين منتسبي المؤسسة الموازية سابقا في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. وقالت المؤسسة إن القرار جاء تحقيقا لأهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية وتأسيسا على ما تم الاتفاق عليه بين رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وأوضح صنعالله أن قرار توحيد منتسبي المؤسسة الوطنية للنفط تطلب بعض الوقت، معلنا طي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد على حد تعبيره. جرى يوم الأحد إطلاق سراح 8 معتقلين على الهوية كانوا في سجون حفتر بالمنطقة الشرقية ترجع أصولهم إلى مدينتي غريان ومصراتة. وقد جرى تسلمهم في بوابة 50 شرق مصراتة بإشراف اللجنة العسكرية 5+5. وأفاد محمد الرجوبي رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة أن المعتقلين على الهوية الذين تم إطلاق سراحهم هم 5 من غريان و3 من مصراتة، أحدهم مهندس نفط اختطف من مكان عمله في أحد الحقول النفطية لأنه من مدينة غريان.
أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية اقتحام منزل المواطن مفتاح النف العسبلي بمدينة المرج من قبل مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى سرية حماية رئيس الأركان السابق عبد الرزاق الناظوري التي يقودها ابنه عبد الفتاح الناظوري. وأفادت المنظمة بأن المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص وتكسير الأبواب واختطفوا العسبلي مع 3 من أبنائه بعد إصابة أحدهم واقتادتهم بالقوة إلى مكان مجهول. وحملت المنظمة حفتر والناظوري مسؤولية سلامة المختطفين وطالبت حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا بالكشف عن مصير المختطفين وإخلاء سبيلهم فورا، كما طالبت النائب العام بالتحقيق العاجل ومحاسبة المسؤولين عن ظاهرة الخطف والقبض خارج القانون. وفي مساء الأحد جرى الإفراج عن الساعدي القذافي الذي استقل طائرة خاصة نقلته إلى مدينة اسطنبول التركية. وفي بيان لها قالت حكومة الوحدة الوطنية إن هذا الإفراج يأتي تنفيذا لأحكام القضاء النافذة ولقرار الإفراج الصادر منذ عامين، ويأتي تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقد جرى تسليم المفرج عنه لعائلته وفقا للإجراءات القانونية بحسب البيان. بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن مبادرة دعم الزواج للشباب، أعلن وزير الشباب فتح الله الزني يوم الأحد عن انطلاق المبادرة رسميا وفتح منظومة التسجيل، حيث تنص المبادرة على تخصيص مبلغ 40,000 دينار لكل زوجين مناصفة بينهما، شرط أن يكون تاريخ العقد ما بين 12 أغسطس الماضي وحتى آخر السنة الجارية في 31 ديسمبر القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 5 سبتمبر وعدنا أبناؤنا وبناتنا ببدء العمل في صرف منحة الشباب، وها نحن اليوم في ذات التاريخ نحتفل بالبدء الفعلي لهذا المشروع. المجلس الرئاسي مجهودات السلطة القضائية. وإلى الاثنين، حيث قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإفراجات عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج في كافة أنحاء ليبيا. وأضافت وهيبة في مؤتمر صحفي أن المجلس الرئاسي يثمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسعيها المتواصل لإطلاق سراح كافة الموقوفين والسجناء في كافة أنحاء ليبيا تأسيسا لمصالحة وطنية ناجحة وفاعلة ومستمرة وفق تعبيرها. متمثلة في السيد النائب العام، والتي أفضت إلى إخلاء سبيل عدد من المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية باتة بالإفراج. لقد تم بعد أشهر من التحضير والعمل من قبل المجلس الرئاسي المختص بملف المصالحة بالتوصية بضرورة الإفراج عن كل المسجونين ممن صدرت في حقهم أحكام بالإفراج كجزء من عمل الرئاسي لإطلاق مشروع مصالحة وطنية حقيقية وفاعلة وناجحة ومستديمة. كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي رسميا انطلاق ما سماه مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وقدم المنفي تهانيه للشعب الليبي مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. وأكد المنفي أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة وفق قوله. وكان يوم الاثنين قد شهد إطلاق سراح مدير مكتب القذافي أحمد رمضان الأصيبعي، حيث أعلن المجلس الرئاسي خبر الإفراج عن الأصيبعي في سياق ما سماها المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدا أنه سيواصل الإفراج عن الموقوفين السياسيين ممن انتهت محكوميتهم أو تمت تبرئتهم وفق ما أعلنه الرئاسي.
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس جمهورية النيجر محمد بعزوم ضرورة مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وتأمين الحدود بين البلدين وإنهاء وجود التشكيلات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة. وقال الكوني خلال زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي الاثنين إن ملف الهجرة يجب أن يعالج من خلال رؤية مشتركة بين البلدين بالتعاون مع دول المقصد كإيطاليا وألمانيا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العمل على خلق تنمية مكانية في دول المصدر. المجموعات الإرهابية وأيضا وضع آلية مشتركة للحد من الهجرة ومحاربة المجموعات المتطرفة والتي تعمل في التهريب وغيرها. أيضا ناقشنا قضايا هامة مشتركة على رأسها دول تجمع صياصات وعودة الأمان العامة إلى طرابلس. وإلى الثلاثاء، حيث قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح إنه مطمئن لاستقرار الوضع الوبائي في البلاد بعد حملات التطعيم الأخيرة وانخفاض معدلات الإصابة مقارنة بالأشهر الماضية. وأوضح السايح بتصريح صحفي أنه لم تعد أي منطقة في ليبيا حسب تقسيم المركز الوطني تتخطى 400 إصابة كل 100,000 مواطن كمؤشر مسح الانتشار الوباء، بينما كانت تتخطاها الأشهر الماضية وأصبحت الآن لا تتجاوز 100 إصابة مقابل نفس العدد. الرحمن الرحيم. نرحب بالسيد رئيس الوزراء والسادة. علق رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جلسة النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء عقب دخول الحكومة لقاعة المجلس. وأرجع المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحك تعليق جلسة الثلاثاء لتأخر حكومة الوحدة الوطنية عن موعد الاستجواب لأكثر من 4 ساعات، مضيفا أن الحكومة على علم بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل للرد عليها خلال الجلسة، ومع ذلك حضرت متأخرة. نرحب بالسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء ونأكد حضور جلسة الاستجواب كما طلب مجلس النواب، لكن نظرا لأن الحكومة قد تأخرت عن حضور الجلسة في الموعد المحدد، الآن الساعة 3:00 والسادة النواب ينتظرون من الساعة 11:00، وذلك أصبح الوقت غير مناسب لاستجواب الحكومة في هذا اليوم، وذلك تقرر تعليق الجلسة حتى يوم الغد الساعة 11:00. أكد مكتب النائب العام القبض على المسؤول البارز في تنظيم الدولة داعش في بني وليد مبارك الخازمي. وأضاف مكتب النائب العام أن الخازمي شارك في التحريض على ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظيرة إطلاق سراح المجن عليهم، كما حرض على ارتكاب جرائم قتل بطرابلس وبني وليد وسرت. وقال مكتب النائب العام إن المقبوض عليه ساعد في العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية الموجودة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بزليطن ومقر بوابة مسلاتة. نبقى في الثلاثاء، حيث اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي في طرابلس أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى ليبيا. وتسلم المنيفي أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال وسفير ألمانيا الاتحادية ميشائيل أونماخت وسفير بنغلاديش شميم أسد الزمان وسفير فنزويلا كارلوس أسفيدو. وأشاد المنيفي بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي الذي أنتج السلطات التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. الثلاثاء أيضا، حقق منتخب ليبيا الوطني لكرة القدم فوزا مستحقا على مضيفه الأنغولي بهدف دون مقابل. جاء ذلك في مباراة ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. وبهذه النتيجة تصدر منتخب ليبيا الوطني المجموعة السادسة ب6 نقاط متقدما على المنتخب المصري. هل
حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء رفقة عدد من وزراء حكومته جلسة الاستجواب التي دعا لها مجلس النواب في طبرق بعد أن تم تأجيلها من الثلاثاء إلى الأربعاء. وفي جلسة مطولة استمع رئيس الحكومة لتساؤلات أعضاء مجلس النواب في مختلف القضايا والملفات، وأجاب عن أغلبها شخصيا وأحال الإجابة عن بعضها لبعض وزرائه الحاضرين. وفي ختام جلسة الاستجواب قرر المجلس تعليق الجلسة إلى الاثنين القادم لدراسة ردود الحكومة على بنود الاستجواب واتخاذ قرار بشأنها الجلسة المقبلة بحسب ما صرح به الناطق باسم نواب طبرق عبد الله بليحق. قدمت، وهذا التقرير أتكلم تقرير لجنة من مركز بنغازي الطبي، لا ندعي على أحد شيء، بالدليل وبالرقم وبالساعة وبالاسم وساعة الحضور وساعة. أجرى المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل زيارة الأربعاء إلى ليبيا، حيث التقى فيها بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس. وعقد الجانبان اجتماعا بحثا فيه العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد فيه جوزيف بوريل على استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في القيام بإصلاحات في القطاع الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية. ومع اقتراب موعد انتخابات 24 ديسمبر شدد بوريل على ضرورة أن يحدد الليبيون من سيختارون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وإلى أخبار أمس الخميس، حيث بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح الخميس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التطورات السياسية في ليبيا. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فإن الدبيبة بحث مع الوزير الألماني الذي يزور العاصمة طرابلس إمكانية المضي قدما نحو الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام والتحديات التي تواجهها. وعلى هامش زيارته للعاصمة طرابلس افتتح وزير الخارجية الألماني سفارة بلاده في طرابلس. وفي خبرنا الأخير، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين وسبل تطوير التعاون بينهما. الدبيبة خلال زيارته لتونس الخميس ناقش مع الرئيس التونسي سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين ليبيا وتونس ومسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من الجانبين لإعداد بروتوكول صحي موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين ليبيا وتونس. هذه إذن حوصلة لأبرز وأهم أخبار هذا الأسبوع، لعل من أبرزها خبر الإفراج عن السعد القذافي وكذلك أحمد رمضان مدير مكتب معمر القذافي، وأيضا جلسة المساءلة وما جرى فيها في مجلس النواب، وكذلك هناك خبر إصدار قانون انتخاب الرئيس وردود الأفعال حوله. نناقش هذه القضايا مع ضيفنا الرئيسي في هذه الحلقة وهو الدكتور ناصر أبو ذيب أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور ناصر. أزور مرحبا بك سيدي وبضيوفك وبالسادة المشاهدين. نعم، إذن دكتور ناصر، شهد هذا الأسبوع العديد الحقيقة من الأحداث المهمة. لو بدأنا بداية بالإفراج عن السعدي القذافي وسفره في طائرة خاصة إلى إسطنبول، وكذلك الإفراج أيضا عن أحمد رمضان قلم القذافي وسفره إلى الأصابعة بطائرة هليكوبتر، كيف يعني تابعت هذه الأخبار ودلالاتها؟ والله في البداية السيد عبد الرحمن، نحن لا نشك في القضاء الليبي، هذه قاعدة ثابتة، يعني ما عندنا الشك في القضاء الليبي أنه هو قضاء نزيه، ولكن
القضايا التي كانت على شخص الساعدي القذافي كانت قضايا كبرى وكانت قضايا إجرامية وقضايا قتل. لم نشاهد المحاكمات في التلفزيون كما كنا نشاهدها على الأقل، حتى وإن كانت يعني مشاهد تمثيلية أيامات القذافي وأيامات النظام السابق، وكان مشانق في رمضان الكريم. فأعتقد أن يمكن أن تكون هناك صفقات من أجل ما يسمى أو ما يسمونه بالمصالحة أو باستقرار الوطن، ولكن لا ندري إلى أي مدى هذه القراءة صحيحة، خاصة وإذا علمنا أن يعني الساعدي متهم بقتل ومتهم بعدة أمور واختلاسات الأموال وصرف الأموال. لم نرى الأحكام خرجت من المحكمة ومفصلة ونشاهدها على التلفزيون كما زي ما قلت لحضرتك، ولكن كل ما سمعناه أنه هناك صفقات سياسية قد تكون بين مجموعة من النظام السابق وبعض من لديهم مصلحة في الوصول إلى السلطة. هذا هو كل ما يمكن أن نقول في هذه المسألة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني 10 سنوات لم نرى محاكم، لم نرى شيء بين عشية وضحاها، نسمع بالإفراج للساعدي وأيضا لأحمد رمضان مدير مكتب القذافي سابقا. إذن لابد من توضيح الأمور إلى الشعب الليبي، ما هي حيثيات إخراج الساعدي أو أي شخص من النظام السابق الذي بسببه قتل أو استشهد العديد من أبنائنا في 17 فبراير، وهناك أيضا جرحى والمبتورين والمهجرين. لا يمكن بهذه الصفقات أن نصل إلى مصالحة زي ما يقولوا فيها أن بين قوسين هناك مصالحة وطنية. نحن لسنا ضد العدالة أو أن تطبيق العدالة، نعم يجب تطبيق العدالة، والبريء لا يجب إخراجه من السجن. جميع السجناء الذين موجودين في ليبيا، ليسوا هؤلاء فقط اللي موجودين الآن في ليبيا، لابد من إخراجهم من السجون. كل من لديه إفراج إذن من النائب العام أو المحكمة لابد أن يخرج. لماذا خرج هؤلاء فقط؟ لماذا هذه الشو الإعلامي الذي رافق خروج الساعدي؟ هل الساعدي هو الإنسان الوحيد في ليبيا؟ هناك الكثير في السجون الليبية، لابد من الإفراج عليهم وفورا. إذا كان هناك إفراجات زي ما كان إفراجات على الساعدي كما يقال، لابد من إخراج أولئك المسجونين في السجون الليبية. طيب دكتور ناصر يعني أبو ديب، هل تعتقد بأن يعني مثل الساعدي القذافي وأحمد رمضان يعتبروا من أركان النظام السابق، وهو نظام كان استبداديا وغارقا في الفساد من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه، وفي القضايا القتل والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، تبرئتهم يعني والإفراج عنهم بهذه الطريقة، هل تعتقد أنه بسبب خلل قانوني أو خلل في المحاكمات، وأنهم لم تجري المحاكمات كما ينبغي وكما يجب؟ الله يشوف السيد عبد الرحمن، زي ما قلت لك نحن ننزه القضاء ولا نستطيع الحديث عن القضاء، لأن إذا قمنا بالشك في المنظومة القضائية إذا هذا خلل كبير جدا. ولكن أعتقد أن الساعدي لم يكن من أولئك الذين لديهم يعني هو كان في من ناحية الإعلامية أنه ابن القذافي لا أكثر ولا أقل، يعني كان هناك يهتم بالأمور الرياضة في الظاهر يعني نتكلم، وهو كان عقيد وكان في الجيش، لم يكن لديه تلك السطوة أو ذلك الذكاء أو رجل السياسة مع أبيه زي ما كان مثلا سيف الذي كان هو المتفرد مع حكم أبيه. غير المفرج عنه الآخر القلم القذافي أو مكتب القذافي، لأن هذا الشخص هو الصندوق الأسود للنظام السابق، يعني لديه أكيد كم من المعلومات ولديه كثير من الأخبار، ما يمكن له أن يبين عديد الحقائق حتى
للناس اللي الان موجودين في السجون او اقصد الذين يعني مغيبين في من النظام السابق، لابد ان تظهر بعض الحقائق. يعني مش معقول شخص شدوه 10 سنوات لم يقل ولا حقيقه، خاصه انه هو مدير مكتب القذافي، اكيد لديه من الحقائق. لماذا هذه الحقائق لم تخرج على العلم؟ فيه ناس مغيبين، فيه ناس قتلوا ومش معروفين الى الان اين جثث متاعهم. الان يطالبون هم ايضا بجثث القذافي وابو بكر يونس في الوقت اللي عديد من الشرفاء الذين كانوا يعارضون النظام السابق مغيبين الى الان، والجثث متاعهم مش معروفه وين اصلا، حتى كيف تعامل معاهم النظام السابق. بمعنى لابد من اظهار الحقيقه كامله، ولابد من الناس، يعني نحن نتكلم على العداله الاجتماعيه والعداله الانتقاليه، اين هي العداله من كل ما يحدث الان في ليبيا من هذه الامور التي اعتقد انها دبرت بليل. طيب ذكرت دكتور ناصر أنه لا ينبغي التشكيك في أحكام القضاء، ويعني إذا أفرج عنهم بحكم قضائي وقانوني يجب ربما تنفيذ هذا الحكم، لكن هل من تنفيذ الأحكام القضائية توفير جوازات السفر بشكل عاجل وسريع، وكذلك تسفير مثلا السعدي القذافي في طائرة خاصة إلى إسطنبول، وأحمد رمضان أيضا ينزل بطائرة هليكوبتر في محل يعني سكنه في الأصابع، هل هذا من تطبيق الأحكام القضائية أيضا وإنفاذ القانون، أم أن له دلالات يعني سياسية ربما؟ أعتقد أن هناك صفقات سياسية سيد عبد الرحمن بالتأكيد، وأعتقد أن هناك حتى تخوف أمني، لأنهم يعتبروا من الشخصيات اللي الرأي العام كله يعني متجه إلى هذه القضية، خاصة موضوع الإفراجات، فبالتالي هناك حتى أمور أمنية لمراعاة هذه الأمور حتى لا تتسبب في مشاكل أخرى إلى الحكومة الليبية أو المجلس الرئاسي أو وزارة العدل. فأعتقد أن هو هذا السبب اللي خلاهم أن هم يقوموا بهذا العمل، ولكن تمنينا أن يكون يعني حتى ما 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 ما, ما حدث مع الساعدي والشخص الآخر هو أحمد رمضان أن يتم مع المسجونين الآخرين، كل من لديه إفراج يجب أن يعود إلى بيته معززا مكرما، وكل من ثبتت عليه إدانة أو جناية أو كذا لابد أن القضاء والعدل يأخذ مجراه. نحن مع العدل ومع القساس لكل الليبيين، لكل من أجرم لابد أن تكون عليه عقوبة، ولكن من يعني في ناس الآن موجودين سنوات في السجون لابد أن يخرج أولئك المسجونين، ولابد أن تعطى لهم حقوقهم. يعني سمعنا أن حتى ممكن الساعدي سوف يطلب بالتعويضات ضد الحكومة الليبية لأنه أفرج عنه ليست لديه قضايا جنائية، سجن لمدة 7 أو 8 سنوات كما تحدثوا، كما في موجود في بعض تداول الأخبار أنه بدون جرم معين. نعم، هذه الإفراجات دكتور ناصر، يعني يقول المجلس الرئاسي أنها تأتي في سياق المصالحة الوطنية الشاملة، وأن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإفراجات ربما من هذا النوع. السؤال هو يعني هل هذه الإفراجات قاصرة على لون سياسي معين تحديدا على أزلام النظام السابق كما يسمون، أم أنها يعني تتوقع أن تشمل كافة المسجونين سواء عليهم إفراجات أو يعني من لم توجه لهم تهم أصلا يعني في السجون الليبية؟ سيد عبد الرحمن، أنا في اعتقادي أن الفترة، هو خلينا نكون واضحين، أنا لست ضد كل من لم تتلطخ يداه بدماء الليبيين ولم يسرق دماء وأموال الليبيين، أنا لست ضده، أنا كأتحدث على شخصي، لأنه في النهاية هو ليبي ومن حقه أن يعيش في هذا البلد لأنه ليبي.
كل من لم عليه جنحة أو جناية أو عليه ملاحقات قانونية يجب أن يعيش في ليبيا. ولكن لما نجول المنظور العام للمؤسسة الليبية نسبة كبيرة يعني تفوق 70% هم لون واحد، لم يخرجوا من تلك المؤسسات سواء العدلية أو القضائية أو الخدمية، كلهم نفس الوجوه الأولى ما زالت وتوغلت. هذا بيأثر على الرأي العام أو يأثر في اللي بيتخذوا القرارات، لأنهم هم قلت لك زي ما قلت لك لون واحد وهم الآن يدافعون على ذلك اللون. يعني زي ما قلت أنت حضرتك الآن فيه مجموعة يعني يجهزوا لهم ان هم باقي بيطلعوهم من السجون. يعني شفنا رئيس المخابرات او رئيس الامن الخارجي دور ده عندما خرج شين قاعد يقول في مصر وشين يحرض. يعني ما هي الضمانات ان الناس هادو حتطلع من السجون ولكن تلتزم الصمت وتلتزم الحياد، لان خلاص خذت مده متاعها والان خرجت بأحكام. نعم. هذا هو ولكن السؤال الثاني كان يعني هل تتوقع أن هذه الإفراجات عن عناصر وأركان النظام السابق ستسهم فعلا في مصالحة وطنية وفي تهدئة الأوضاع والتمهيد ربما لانتخابات قادمة وسلم اجتماعي، أم أنها قد يعني تؤجج الأوضاع أكثر وتسمح لبعض منهم أو المجرمين منهم بأن يعملوا بشكل أكبر وعلى تعزيز الأمن في ليبيا، على زعزعة الأمن عفوا؟ ما هو السؤال اللي يطرح نفسه هو من يريد المصالحة مع من؟ يعني لما نشوفوا الآن يتحدثون عن المصالحة، من يريد المصالحة مع من؟ فما عادش عرفنا احنا من يبي المصالحة. احنا نسمع في المنفي وبعض الاشخاص يعني ما نعرفش كون هم يعني حتى القيمة متاعهم السياسية او الاجتماعية في الدولة يتحدثون عن المصالحة. مصالحة مع من؟ وانت اصلا من حتى تتكلم عن المصالحة؟ يعني كثير منهم حتى نمشوا لرئيس المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الرئاسي راه ولا عنده ولدة مات ولا عنده اخوه مات ولا هجر ولا يعني أخيرا هجر وكان سفير في اليونان ولما رجعت وما زالت عائلته في اليونان. يعني هادو الناس اللي تكلموا عن المصالحة، مصالحة مع من؟ هل مصالحة قبلية ومصالحة من أجل أمور شخصية وأمور مكاسب سياسية ومكاسب مادية، أم مصالحة من أجل الوطن؟ وهذا اللي هو مش معروف، ما عرفولناش شنو بالضبط. زيد على ذلك أن هذه المصالحة لابد لها من أساسيات. الأساس الأول هو العدالة الانتقالية. أين هي العدالة؟ هل العدالة بإخراج المجرمين من السجون ونقول والله إحنا من أجل المصالحة؟ لابد أنك أنت المظلوم تأخذ له حقه وبعدين يقعمز هو ولا ويجلس هو والخصم الثاني ويتفاهموا، ولكن أنت تطلع في الناس من السجون من أجل المصالحة. أنت يا سيدي غير مضرور، أنت اللي تتكلم عن المصالحة، المتضرر هو الذي يقول تمشي له وتقول له شنو رايك في المصالحه، ولكن هو مشى للطرف الظالم ويتكلم على المصالحه. اعتقد هذه المعادله لا تستقيم يا سيد عبد الرحمن. لابد من جلوس الظالم والمظلوم، والمظلوم ياخذ حقه، ونمشوا العداله الانتقاليه والعداله الاجتماعيه وجبر الضرر، وبعدين نمشوا للمصالحه. هذه الطريقه. ولكن تطلع في الناس كانوا يقتلوا في الناس في الشوارع ويعدموا فيهم في رمضان الكريم، وجي تقول لي والله تو المصالحة. إذا كان لم يثبت على أي شخص أي جرم من حقه أن يخرج من السجن، ولكن إذا كان هناك إثباتات أو هناك لغط أو هناك إشكاليات في الموضوع لابد من الطريق. يعني إيش الموضوع لو قاعد في السجن؟ إحنا عندنا ناس من بداية السبعينات إلى التسعينات هما في السجون، يعني 30 و40 سنة. يجي تو هو يعني زعلان لأنه قعد 7 سنين في الحبس. أعتقد طيب. أن هذه هي الإشكالية سيد عبد الرحمن. المصالحة واضح. من الذي يطلب المصالحة ومصالحة تساؤلات كبيرة لا زالت مفتوحة في هذا الموضوع دكتور ناصر، لكننا نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الخبر الآخر، وهو جلسة الاستجواب التي عقدها مجلس النواب في طبرق يوم الثلاثاء وأجلها إلى يوم الأربعاء. كيف رأيت يعني هذه الجلسة وما جرى فيها والنتائج التي نتجت عنها؟
صراحة أنا لم أرى مساءلة بقدر ما رأيت طلبات وتسول وتوسل إلى رئيس الحكومة. هذا ما رأيته أنا شخصيا، يعني لم أرى شخصيات وازنة، شخصيات سياسية، شخصيات يعني تفتخر أنها موجودة في هذا البرلمان البرلمان الذي لا يعني المنتهية صلاحيته، حتى لا أكون في أو أتحدث بأسلوب آخر. لم أرى أن فيه مساءلات حقيقية، يعني واحد يبي دعم للحفتر، واحد يقول مؤسسة وطنية النفط، واحد يقول تورغة، واحد يقول مش عارف شني، واحد يعني حتى الأسئلة اللي يسألوا فيها هم ما عندهمش عليها خلفيات. يعني توزيع مثلا متاع الصحة يتحدث على 1,200,000,000 ولا 1,300,000,000، في النهاية وزير صحة قال أني صرفت 100,000,000 ومستعد للمحاسبة. يعني هذه بقداش؟ يعني هو دكتور ورئيس لجنة الصحة ويستعرض في عضلاته أمام الدبيبة؟ هل يستطيع أولئك النواب الذين لا قيمة لهم؟ أنا تمنيت أن الذي تحدث وقال أن هو ابن عصر الجماهير، تمنيت والله من كل قلبي وأن يرد عليه أحد الوزراء أو السيد الدبيبة ويقول له أن عصر جماهيرك الذي تتفاخر به يقول التمثيل تجيل، فبالتالي أنت هنا جئت وتمثل الشعب الليبي فأنك تقوم بالتجيل. هذا هو الردود التي يكون لمثل أولئك الذين لا قيمة لهم في البرلمان. يعني معقولة يتحدث ويجيب لي في موضوع قديم؟ هذه ليست تساؤلات، وأعتقد أن السيد الدبيبة فاز عليهم بتلك الردود لأنهم ناس سهلين، ناس بسطاء. يعني تو نجو حتى العقيلة صالح يا سيد عبد الرحمن، الناس تتكلم على المالية والصحة وكذا، هو يتكلم لي على الأعلاف. تو هذا رئيس برلمان يتحدث بهذا المنطق ويقول نحن نريد أعلاف؟ هذا مستشار في محكمة، أعتقد مستشار يعني سابق في المحاكم الليبية. نعم، فبالتالي أعتقد أنهم يستعرضوا في عضلاتهم على حكومة يعني جت عندها حوالي 6 أشهر بدون ميزانية، بدون يعني هم من أول يوم. أنا لست مع يعني لا أتحدث أنني مع عبد الحميد دبيبة وحكومتي، بل أتعاطف مع هذه الحكومة لقصر المدة وعدم إعطاء الميزانية. هذا أنا أتعاطف، لكن لو أعطوهم ميزانية حنحسبوهم وحنتكلموا عليهم بكيف صرفوا الفلوس وكيف، لكن هم ما عندهمش فلوس. يعني كيف انت تحاسب فيه منين جبت فلوس؟ واحد مؤسسه وطنيه للنفط قال انا ابوها في بنغازي، او رد عليه قال انتم البرلمان ويلا تشجعوا وحولوها لبنغازي. لم يستطيعوا يعني الحديث حديث سياسه، حديث الذي يمكن للشعب الليبي ان يقتنع ويقول نعم اولئك هم برلمانيون. يعني خلاص مده متاعكم منتهيه وعجوزكم منتهي، يتحدث على الاعلاف رئيس البرلمان، وزي ما قلت حضرتك سيد عبد الرحمن يعني مستشار في محكمة ويتحدث على بدل ما يتحدث على مستوى عالي ومستوى راقي. طيب، يتحدث بهذه المصطلحات زي النواب الآخرين اللي ما عندهمش فايدة. زيد على ذلك، نعم، وأختم، أين النواب المنطقة الغربية يا سيد عبد الرحمن؟ لم نشاهد منهم أحد، حتى وإن شاهدناهم في التلفزيون هم جالسين في آخر الصف. لماذا لم يتحدثوا؟ أين هم أعضاء النواب المنطقة الغربية؟ أما أزيد على ذلك، كل النواب الذين تحدثوا وتهجموا وتهكموا على رئيس الحكومة النواب الذين لم يتحصلوا لا على وزراء ولا على وكلاء ولا على الإدارات في حكومة الدبيبة، هم أولئك الذين تحدثوا بهذا، لأن الآخرين الذين لديهم مصالح ونعرفوهم من المنطقة الشرقية وأخذوا مناصب لم يتحدثوا، بل فيه اللي أصلا ما جاش إلى مجلس النواب. فيعني هذا المجلس النواب أعتقد أنه موجود فقط من أجل أنه يقول للشعب الليبي أنه هو على أساس يخدم. بيتوهدهم يجيبوا حفتر ويقولوا له والله يحاسبوه على الحرب اللي دارها وعلى الترقيات اللي دير فيهم وعلى هل يقدروا هم يجيبوا حفتر؟ فهذا اعتقد انه كلام زايد يعني في تلك المجموعه اصلا. نعم، هذا بخصوص اعضاء مجلس النواب، لكن ماذا عن الحكومه؟ هل تعتقد بان اجاباتها كانت مقنعه وردودها كانت يعني مفحمه عن النقاط التي طرحت؟ مو الإجابة بقدر السؤال. إذا كان السؤال قوي وفيه من
من يعني أن هو في قوة السؤال يمكن احنا نقيم الإجابة نتاع الرئيس الحكومة والوزراء، نعم، ولكن الأسئلة التي قدمت تافهة وجهة نظري، أسئلة تافهة، نعم. فبالتالي حتى الإجابات يعني ما بيش نقول تافهة، ولكن بقدر تلك الأسئلة يعني يتكلموا بها، ما فيش الأسئلة يعني يتكلموا على المؤسسة الخارجية أو على الانتخابات أو على البرلمان، لماذا البرلمان لم يعني لو احنا تمنينا واحد من البرلمانيين ناض وقال والله عقيلة صالح هذا مفترض فيه، لما تكلم على أن وزير من منطقة الغربية مثلا الوكلاء من الجنوب والشرق، لماذا لم يتحدثوا على أن المجلس النواب لابد أن يكون إلى الجنوب، مجلس الرئاسي من الشرق للحكومة من الغرب لابد أن يذهب مجلس البرلمان، نعم، إلى الجنوب، نعم. هذه هي الأسئلة التي كانت، نعم نعم دكتور، نعم. ناصر أبو ديب، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، نريد أن ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الحلقة وهو إصدار قانون انتخاب الرئيس، حيث يعني مجلس النواب على موقعه نشر هذا القانون وقال بأنه صدر يوم الأربعاء في 8 من سبتمبر الجاري عفوا. وهنا أريد أن أخذ مداخلة من الدكتور عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، هو معنا الآن عبر الهاتف، نرحب بك دكتور عبد القادر. أهلا بك وأهلا بضيوف الكرام ومشاهدين. نعم دكتور عبد القادر، يعني مجلس النواب أصدر على موقعه ونشر قانون انتخاب الرئيس، وحصل كثير من ردود الأفعال يعني حول هذا الأمر. يان كوبيش قال أن عقيلة صالح أبلغه باعتماد قانون انتخاب الرئيس. أنتم في المجلس الأعلى للدولة كيف تابعتم هذا وما هو موقفكم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مستعين بعض الشيء لأن القانون صدر بالمخالفة للاتفاق معروف أن قوانين الانتخابات والاستفتاء يجب أن تكون مشاركة على حسب المادة 23 في الاتفاق السياسي الليبي، وأيضا هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب يرون أن القانون صدر بمخالفة حتى للائحة الداخلية لمجلس النواب، وننتظر رد فعل قوي من أعضاء مجلس النواب 101 الذين اعتمدوا الاتفاق السياسي وهم موالون للاتفاق السياسي أن يكون لهم موقف أكثر جدية في مجلس النواب. ونحن في مجلس أعلى الدولة سنقوم بالإجراءات القانونية والسياسية سواء محلية أو دولية لتوضيح الرؤية للمجتمع الدولي أن هذا القانون صدر بالمخالفة، وربما بدلا من أن نذهب إلى انتخابات ويكون فيها انتخابات صحيحة، ولكن ربما تؤدي مشكلة هذه العملية أن ربما حتى ولو نجحنا في الذهاب إلى الانتخابات وقمنا الانتخابات بهذا القانون، ربما طرف ما يرفض نتائج هذه الانتخابات وتبدأ مشكلة معضلة أخرى. فالحقيقة الوضع متأزم، والمجلس الأعلى للدولة سيقوم بإجراءاته القانونية والسياسية. هل المجلس الأعلى للدولة دكتور عبد القادر يعني معترض على بنود في هذا القانون الصادر أو المنشور؟ يعني الآن هناك إشكالية أو شك حتى في صدوره عن مجلس النواب، المنشور الآن على موقع مجلس النواب، هل هناك اعتراضات على بنود هذا القانون أم الاعتراض على طريقة إصداره والكيفية التي صدر بها؟ نحن حاليا الأولوية حاليا على كيفية إصداره وطريقة إصداره، هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية تحتاج إلى اتفاق سياسي مرة أخرى، ربما إذا تدخلت الفعتة ورأت أن تصلح ما أفسده مجلس النواب باتفاق سياسي ما ربما يتم مناقشة بنود هذا القانون، ولكن حتى هذه اللحظة على آلية صدور القانون. طيب يعني هذا القانون انتخاب الرئيس صدر قبل اعتماد أو دون اعتماد الملتقى الحوار السياسي للقاعدة الدستورية، ألا يشكل هذا أيضا ربما إشكالا كبيرا حول هذا القانون؟ نعم هو هذا أحد العيوب، هو أن هذا القانون وضع العرب أمام الحصان، يعني بدون قاعدة دستورية ربما هم ارتكزوا على الإعلان الدستوري ولا يهمهم
ماذا، هل ستصدر القاعدة الدستورية أم لا، على حسب التعديل الذي رفضته المحكمة العليا الحقيقة اللي هو تعديل لجنة فبراير، وما اعتمدوا وذهبوا على هذا النسق على ما أعتقد، لأنه حتى هذه اللحظة لا نعلم، استعملوا النظام الرئاسي الذي هو ليس معتمد لا بقاعدة دستورية ولا بدستورنا. نعم، يعني على ذكر القاعدة الدستورية، يعني ما هي آخر التطورات بشأن الاتفاق حول هذه القاعدة؟ والله الحقيقة هو لا يوجد تطورات جديدة، ولكن للأسف التلكؤ من البعثة هو هذا هو الذي حدث، يعني عدم قيادة البعثة في الصورة الصحيحة للمنطقة الحوار السياسي، وعدم إجراء آلية اتخاذ القرار في منطقة الحوار السياسي هو السبب الذي تأخرنا فيه. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر حويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة وكذلك عضو ملتقى الحوار السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى ضيفي في طرابلس دكتور ناصر أبو ديب. دكتور ناصر، عقيلة صالح تجاوز الاتفاق السياسي ولا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة ويصدر القرارات كأن المجلس الأعلى للدولة غير موجود، لكن عندما يتجاوز حتى أعضاء مجلس النواب الذين قالوا في بيان لهم 22 نائب قالوا أن هذا القانون لم يتم التصويت عليه، يعني أصلا كيف تصف يعني هذا السلوك؟ هم يعرفوا عقيلة صالح شنو يخطط، ويعرفوا أن مصر كيف تخطط لهذا جيدا، لأن عقيلة صالح ما يفكرش من دماغه، لابد هذه فكرة نعرفوها. هو يعني ما يقدرش أن هو يوصل لهذه الأفكار وإلى هذه المناورات السياسية من عقلة، هو رجل في الثمانينات، يعني مازال يقدر، هو مازال يتحكم في الأمور السياسية وكذا، هذه تجي له أوامر من برا وهو ينفذ فيها. إذا على ذلك القانون لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية، هو لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية ولم مارسلوش حتى إلى البعثة الأمم المتحدة، وأعتقد أنه هو لا يعدو أكثر من ورقات كتبها عقيلة صالح ونشرها لا أكثر ولا أقل، لأن حتى المفوضية لم تستلم هذه الأوراق، ويجب على المفوضية أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية حيال هذه المسألة، لأنها لابد من توافق أو مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة. المجلس الأعلى للدولة هو أيضا قال عنده قانون انتخابي، قانون انتخابي هذا لماذا لم يقوم بإرساله إلى وزارة العدل ونشره والذهاب به إلى البرلمان؟ هذه إشكاليات في بعضهم، أولئك الناس يعني لنستثني البعض هم لا يريدون انتخابات، هناك يبدو التفاهم بين المجلس النواب ومجلس أعلى الدولة بأن الانتخابات لا وجود الانتخابات، لأن بمثل إصدار هذا القرار أو بمثل هذا المشروع لا يجب أن تتم، هم ما يبوش انتخابات، فيه حد يتوب الله 16 ألف ياخذ فيهم غير المزايا وغير كذا، تو كان ساكن في براكة وتو ولا نائب ومعروف ويسب في وزير ورئيس الحكومة حيسيب البرلمان ويعرف روحه مش حيشد، هم ما يبوش يسيبوا لا البرلمان ومجلس أعلى الدولة. إذا هذا هم هذه الخطوة تأتي في بعضهم، في وحتى القاعدة الدستورية من 75 نعم. أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك لانتهاء الوقت دكتور ناصر أبو ديب. نعم، إذا كان لديك تعليق أخير يعني في 10 ثواني. أنا أعتقد أن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء لابد أن يتحركوا، لابد أن يصلوا هذا الأمر ويتخذوا إجراء ويطلعوا بيان لا مجلس الأعلى للقضاء والرئاسي، لابد أن هم حتى هم يتدخلوا في هذا الأمر، لأن مش معقول هذا العبد اللي يقوم به هذا العجوز عقيلة صالح في إدخال الفوضى والفرقة بين الليبيين من أجل مصالحه ومصالح حفتر ومصالح مجموعة لا تسوى شيء
لعرقلة الانتخابات ومزيد من الاحتقان، وهو يريد الوصول إلى 24 ديسمبر بدون انتخابات حتى تكون هناك حكومة ويبقى هو على أساس أنه هو المنتخب وهو رئيس المتحكم في ليبيا. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر أبو دي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من استديوهاتنا في طرابلس، نشكرك جزيل الشكر. كما نشدد شكرنا للدكتور عبد القادر أحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي كان معنا عبر الهاتف، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.